ايه هي اللمحة في شغل الصرف؟ وايه هي الشدادات الخشبية اصلا؟ وليه بنستخدم اللمحة؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في درس النهاردة من قناتكم سؤال في المساحة. يلا نبدأ. السلام عليكم، الاخبار معكم باسم سعيد، والنهاردة هنتكلم عن جزئية مهمة لكل حد شغال صرف او مرافق وبتتعرض عليك كتير. لو انت شغال في شبكات خصوصا في قرى وبيبقى عندك مية جوفية، فبنستخدم شدات خشبية زي ما انت شايف دلوقتي. صور الشدات او نوع الشدة بيختلف من عمق لاخر. الشدة زي ما انت شايفها دلوقتي بتتكون من عناصر محددة، انا مساحيا يهمني فيها عنصر واحد، وده اللي احنا بنرتكز على اساس موضوع اللمحة فيه ان شاء الله، اللي هو الدكمة. هتقولي اللي هو الدكمة الخشبة اللي بتكون في النص اللي انت شايفها دلوقتي، هدفها ان هي تسند جانبين الشدة ان هما ميتطبقوش على بعض، فهي بتشيل الحمل كله. طيب انا ممكن دلوقتي استخدمها في اطار مساحي؟ ايوه ممكن. تعال الاول اخليك تعرف اجزاء الشدة الخشبية. عندنا هنا الدكمة، وعندنا ده الولم، وعندنا دي الستاير، وعندنا ده التصوير او التحليجة اللي بتلف حوالين الشدة اللي هي التحليقة زي ما بيقولوا كده، عشان تمسك الشدة وتعرف تضبطها تنزل في مكانها بالظبط. ازاي بقى بنستخدم الدكمة اللي انت شفتها دي ان احنا نشتغل بيها مساحيا؟ هقول لك دلوقتي، لكن تعالى انزل اعمل لايك، اشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل جرس الاشعارات لكل اول عشان توصل لك كل فيديوهات جديدة. وكمان ما تنساش حاجة مهمة، انك تدخل على نوتيفيكيشنز عندك في التليفون او الاشعارات، وتسمح لليوتيوب انه يعرض لك اشعارات عشان يوصل لك اشعار الفيديو بتاعنا عشان تستفيد ان شاء الله. حاليا زي ما انت شايف كده دي الشدة الخشبية بتاعتك. طيب الشدة الخشبية بتاعتك خلينا نلف عليها لفة كده، تمام؟ شايف الخشب نازل في الحفر وبيصد جانب الحفرة وبيحمي الناس اللي تحت، والماسورة محطوطة والاحلال بتاعك محطوط. طيب خلينا نلف لفة كده ونشوف. اهو يا سيدي، دي الشدة من فوق. طبعا تعالى احط لك بقى المصطلحات اللي انت لازم تعرفها، اللي هي ايه اللي انا لسه قايلها في اول الفيديو. دي كده التحليقة، شايف دي كده؟ ثانية خليني استخدم لك القلم اسهل لك عشان يبقى ممتاز يعني. خلينا ابيض. دي كده التحليقة، شايف الاضلاع دي كده؟ التحليقة او التصوير، عظيم. ودي الستاير، ماشي كويس. وده الولم، الولم ده لوح بيبقى بالطول، تمام، وبيسند الدكم. ودي دكمة اللي احنا قلنا عليه عشان تمنع الجنب ان هو يدخل لجوه على بعضه، تمام، والدكمة بتتحط على الولم. ده تصور بسيط بالنسبة للشدة. طيب حاليا كده لما احنا نعوز نبدأ نشتغل فيها مساحة، انا اللي يهمني ايه؟ زي ما قلت لك اللي يهمني الدكمة، ومش اي دكمة، دكمة معينة اول الفرع ودكمة معينة اخر الفرع، تمام، عظيم. اعمل فيهم ايه؟ بكل بساطة شديدة عايزك تعمل حاجة مناسبة. طبعا الدكمتين دول مش محطوطين على ولايم زي ما انت شايف، عشان مش هدفهم سند جانب الحفر، لا دول هدفهم ايه؟ العلام بتاع المساحة، اللمحة بتاعتك. طيب تعالى هنا اهو، هات لي يا سيدي اول دكمة اعمل فيها ايه؟ دي هبدأ اظبطها على منسوب معين، والاخيرة هبدأ اظبطها برضو على منسوب معين، تمام، عظيم. طيب المطلوب مني ايه؟ احسب قراية المية، تمام، واطرح منها ارتفاع معين. طب وانا ايه لازمه الكلام ده؟ هقول لك، تستعجلش اهو، تعالى كده. لو اخدنا المنظور ده وقلنا عندك انت عايز تنسب وش الاحلال، تمام، وش الاحلال بتاعك اللي هو ده كده، اللي هو ده، عظيم. طيب وش الاحلال بتاعك ده منسوبه كام؟ هتقول لي والله منسوب وش الاحلال بتاعي ده 10 متر، تمام. طيب اللي منسوبه 10 متر ده حاليا انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج انسبه بميزان. يبقى سطح ميزان عندك اهو فوق، سطح الميزان عندك مثلا 13 متر، ماشي يا سيدي. طيب ال 13 متر عشان اجيب قرايه وش الاحلال، ركز معايا عشان احنا هنتعامل في قراءات، قراءه وش الاحلال هجيبها هتبقى كام؟ هقول لك والله سطح الميزان ناقص ده اذا قراءه 3. طب القراءة 3 متر دي المفروض تتقري فين؟ نعملها بالاسود هنا، تتقري هنا اهو. طب انا مش عايز اقرا هنا، امال عايز تقرا فين؟ عايز احط الدكمة دي بارتفاع معين من وش الاحلال. انا عايز ارفعها عن وش الاحلال، عن القراءة المطلوبة عندي، ارفعها وتحقق الميل بتاع الفرع على 2 متر. عظيم، يبقى انا عايز الراجل يقيس منها من وشها من فوق، عفوا اهو خليها في الوش، ف
في الظهر يعني، مش البطنية، الظهر ده. عايزين نقيس من الظهر لحد وش الإحلال 2 متر. طيب وكذلك الحال في الأخيرة من الظهر لوش الإحلال 2 متر. طيب يا سيدي قسنا من هنا من وش الإحلال لحد هنا 2 متر المفروض أسيبهم، يبقى أنا عندي القراية 3، يبقى هتطرح التلاتة اللي هي قراءة المية ناقص الاتنين اللي أنا عايز أرفع بيهم الدقمة يساوي 1 متر، دي القراءة اللي أنت هتقراها دلوقتي. يبقى تمسك الميزان كده أهو تمام، وتقرأ 1 متر هنا في الحتة دي على ظهر الدقمة ماشي، وافضل مع الراجل يظبطها من اليمين والشمال او من النص عادي لو كده مش تفرق كتير. خلاص يبقى هو ينزلها، يفضل نزل طلع نزل طلع لحد ما نقرا 1 متر وهو خلاص يثبتها على كده. دي في اول الفرع بالنسبه للقرايه الاولانيه. طيب عايز اطلع لاخر الفرع نفس الحكايه، احسب قرايه وش الاحلال هناك. ماشي يا سيدي، وش الاحلال هناك طلع مثلا 3 متر ونص. ماشي، وش الاحلال هناك 3 متر وانا عايز ارفع كام؟ قلت لك نفس النسبه تتحقق، لو رفعت هنا 2، لو رفعت من وش الاحلال هنا في المره الاولى لظهر الدقمه 2 ترفع في الاخر 2. ماشي يا سيدي، يبقى 3 ونص، غير اللون اهو، 3 ونص ناقص 2 يساوي 1 ونص. هتلاقي عندك نسبه الميل اللي موجوده اصلا في القرايات دي بتاعت وش الاحلال اتحققت في نفس القراءات بتاعت الدكم، النص متر ونص متر، هي نفس نسبة الميل اللي موجودة عندك في اللوحات. ماشي يا سيدي تمام. يبقى هناك اعمل ايه؟ امسك الدكمة واقول للراجل المساعد عيارة هيحط لام على ظهرها، وارفع انزل ارفع انزل لحد ما حقق ايه؟ تقول لي والله لحد ما حقق متر ونص. يبقى انا شغال دلوقتي هنا قريت 1 متر، خلينا نعمله بلون تاني يا سيدي، الابيض فين؟ اها 1 متر هنا ماشي، وهنا قريت كام؟ 1 متر ونص، ده على ظهر الدكمه. هتقول طب احنا عملنا كل اللي احنا عملناه ده ليه؟ طب ماشي، حطيتها هنا وحطيتها هنا، ايه بقى اللمحه في الموضوع؟ هات لي اللمحه، هقول لك تمام. بص هنبدا نعمل خشبه باللي انت عملته، نفس الطول. مش انت سبت من هنا لهنا من وش او الظهر اهو لحد وش الاحلال هنا اهو سبت 2 متر؟ اه، اعمل لي خشبه بحرف تي 2 متر. ازاي يعني؟ تعال نشوف اهو، نمسح الكلام ده كده الاول. عندك حاجة زي دي، هنبدأ نحطها هنا اهو. تمام، هتقول لي وايه فايدتها يعني؟ لما خشبة زي دي تتحط كده تمام، المفروض ان هي بنفس الارتفاع ده، من نفس ارتفاع وش الاحلال للدكمة، انت تشوف التلاتة كده اهو تلمحهم يبقوا على سايت واحد. بص كده، تلاتة على سايت واحد زي ما انت شايف. طيب لو التلاتة مش على سايت واحد اذا في حاجة غلط. لو التي ده، لو حرف التي ده اعلى يعني كده اهو مرفوع لفوق، اذا انا مش هشوف اللي ورا. كل ما اعمل كده شايف ده شايف ده، مش شايف التلاتة على تلتهم، مش شايفهم على خط واحد، اذا الفرعة مش مظبوطة عالية. نزل يا حاج حسين ولا حاج محمد، ينزل اهو، يقوم منزل كده اهو، حافر شوية وحاطط لك وحاطط دي. طبعا مش انت بتبقى واقف، انت بتروح في مكان بتتابع شغل تاني، عشان الكلام ده في التعدد. ميزة الموضوع ده ان انت بتتابع حفار واثنين وثلاثة واربعة، وبتقول له نفس فكرة اللمحة وهو بيبدأ يشتغل وانت بتستلم منه بعد كده. فحتة ان هي وطيت، هو بيعمل ايه؟ او انت تبدأ تبص كده اهو، هل فعلا دول على خط واحد؟ لا بص، ده في اتنين والتالتة مش باينة، واخد بالك؟ هتقول لي اه اهو قربنا شوية، اتنين والتالتة مش باينة. كل اللي اعمل كده اه دي واطية لسه يا حاج، اه ابدأ اطلع فوق شوية لحد اما يجوا التلاتة على نفس السايت. اه كده التلاتة على نفس السايت، يبقى انا اذا كده انا كده صح. طيب الكلام ده بيتعمل كام مره في الفرع؟ انت عندك الفرع هي طويل، بص هناخده في الاحلال كل مسافه معينه، كل 5 متر، كل 10 متر، مفيش اي مشكله. طيب حضرتك ممكن الكلام ده يتعمل على ظهر الماسوره؟ اه عادي جدا، نفس الحكايه، احسب حسبتك وابدا اشتغل عليها زي ما اشتغلنا. تقول لي ازاي؟ هقول لك ابدا اشتغل قرايه
ميه او قرايه ظهر الماسوره كام في اول الفرع، وابدا طرح منها ال 2 متر اللي انت عايز ترفعهم او ال 3 متر، وابدا اشتغل. حط الدكمه بتاعتك كذلك الحال في الاخر وحط الدكمه بتاعتك. طيب انا دلوقتي مش عايز ارجع ليهم كل شويه كل مرحله، عايز بلقطه واحده بتثبيته واحده هو يحسب قاع الحفر ووش الاحلال وكمان ظهر الماسوره، ولو في تغليف عندي يحسبه. ازاي الكلام ده؟ هقوله لك دلوقتي، بس الاول تعالى ما تنساش تسال عن الكورسات المتاحه عندنا، من اهمهم الكورس الشامل عشان تتاهل الموقع بكل احترافيه ان شاء الله. للتفاصيل الرابط في اللينك وارقام التليفون طبعا، اتصل بينا استعلم. ويلا نكمل. دلوقتي انا محتاج اشتغل بحاجه متعدده، يعني النظام بقى اللقطه ونكسر او نفك الخشب ونعمل لقطه تانيه، الموضوع مش حلو. يعني انا بالمنوال ده كده، بالوضع ده كده، عايز ثلاث اشارات. ايه الثلاث اشارات دول؟ الثلاث اشارات دول ان واحده منهم تبقى دي مثلا، تبقى لقاع الحفر بطول معين، والثانيه تبقى لوش الاحلال، والثالثه تبقى لظهر ماسوره. لا، انت ممكن تعمل واحده فيها الثلاثه. ازاي يا جدع؟ اهو تعال شيل الكلام ده هنا، طلع دي. يبقى طلعنا دي، ونروح بقى نجيب المتعدد ده. هتقول لي ايه ده؟ هقول لك ده كده اهو يتمسك ويتحط في الحفر. تعالى كده، ماشي. نبدأ نشتغل من هنا، كاتش. ايوه ماشي. اللي انت شايفه ده مظبوط بقرايتين، طبعا لو ثلاث قرايات مفيش مشكلة، مظبوط برضو بثلاثة، لو انت عايز تزود حاجة هنا ثالثة مفيش مشكلة. دلوقتي حضرتك هتبدأ تبص على الأولى، طبعا الأولى دي اللي هي أعمق حاجة، وهنا في حالتنا وش الإحلال، فبالتالي الأولى بتبدأ اللي هو ده، دي بتعبر عن وش الإحلال. طيب لو أنا ظبطت على اللي تحت، لو جبتها كده موف وأخدت دي ورفعتها هنا، تمام، يبقى دي بتعبر عن ظهر الماسورة. هتقول لي ثانية واحدة، تعالى كده، وأنا نعمل كده ونشغل لك البن أفضل لك. هتقول لي يعني الحتة دي كده اهو من هنا لهنا من ظهر الدكمة واحد، لظهر الدكمة اتنين، هو نفس قطر الماسورة من وش الإحلال لحد ظهرها؟ أيوه. طيب لو أنا عايز بالمرة أحط قاع الحفر، خلي بالك في حاجة، القراية لما بتزيد، ما هي دي بتتمثل في قراية، القراية التي ده لما بيزيد يبقى أنا نازل لتحت. طب أنا في نفس الوقت عايز أجيب قاع الحفر اللي هو أكبر عمق أو أكبر قراية من سطح الميزان بتاعي، إذا هيكون في هنا حاجة تالتة فوق كده أهو، تمام، ودي رقم تلاتة هتكون هي قاع الحفر. يبقى أنت معلم بقى، أول واحدة هبدأ أتلت عليها هتبقى إيه؟ هقول لك والله قاع الحفر أهو، غير لون القلم كده، قاع الحفر أهو دي، لازم التلاتة يبقوا في ليفل واحد. طيب الليفل ده كده هو خط النظر ده، خدته على كل 5 متر على طول الفرع، خلصته، خلص في الفرع دي، هبدأ أنقل على رقم اتنين اللي هي اللي أنا عاملها لكم بلون مثلا حتى كده لون أصفر. رقم اتنين دي بقت دي هي اللي تتحط ما بين التلاتة في التتليت، ما بين الاتنين التانيين عفوا، وهي تبقى فوق وتحت على رقم اتنين اللي هي وش الإحلال، وهيتناسب معاك عادي. هتقول لي ليه؟ لان انت محقق نسبة الميل في الاول والاخر، فرق منسوب، وعامل ارتفاع ثابت، فالارتفاع ماشي بيظبط لك كل الفرع وانت ماشي. طب خلصت حضرتك وعايز تبدأ تشتغل على ظهر الماسورة، هتشوف الطول هنا ده كام، او هتشوف فرق قراية ظهر الماسورة عن وش الاحلال، يبقى تشوف فرق قراءة وش الاحلال عن ظهر الماسورة كام، وتبدأ تطرحه عشان تحط الدكمة التالتة اللي هي عاملها لك باللون اللبني دي. طيب انا اتلخبطت كده يا هندسة، اديني مثال، تعالى معايا هديك مثال واحدة واحدة. طيب خليني اقول لك ان القراية الاكبر هي قراية قاع الحفر، ماشي يا سيدي انا متفق معاك على دي، ماشي، يبقى اطول طول هنا هيبقى من نصيب قاع الحفر، نخلينا تحت اهو، يبقى قاع الحفر بيساوي 3 متر، تمام.
3 متر ده ايه؟ دي مش قرايه، ده الارتفاع، ارتفاعها من وش الاحلال لحد الدكمه دي، وش الدكمه. ماشي عظيم. طيب المرحله اللي بعديها، طبعا ال3 متر دول ثابتين من الدكمه الاولى للدكمه الاخيره قاع حفر زي ما احنا قلنا في اول فيديو. طيب المرحله اللي بعديها ايه؟ المرحله اللي بعديها وش الاحلال، وش الاحلال. عظيم. طيب وش الاحلال ده وضعه ايه معاك؟ يعني ايه وضعه ايه؟ يعني فرقه من منسوب قاع الحفر قد ايه؟ يعني سمك الاحلال قد ايه؟ مش طبقات كده؟ هتقول لي والله ده سمك الاحلال كان 50 سنتي. اذا يبقى انا ما تكونش طول الخشبه دي 3 متر، امال تكون كام؟ تكون 2 متر ونص. من هنا لحد التي دي 2 متر ونص. يبقى انا هبدا اشتغل واحسبها كده. ماشي عظيم. يبقى عند ال 2 متر ونص ادق مسمار. ماشي. طيب انا عايز اوزن على ظهر الماسوره. اخر واحده تحت اهو، اخر واحده تحت وشها، وش الاخيره اللي تحت هحطها تلت بيها، هتبقى القرايه كام؟ او اعلق الدكمه او اعلق اللوحه اللي تزنل بالعرض على كام، اللي هي اسمها عروسه يعني، اعلقها على كام؟ اقول لك والله فرق ما بين ميه الماسوره اللي هو وش الاحلال يعني لحد ظهر الماسوره عندك في الاقطار الصغيره، طبعا القطر بس لو انت عايز تشغلها قطر، وعايز تدخل التخانات في الاقطار الكبيره ماشي، بس ما بنشتغلش احنا اللمحات في الاقطار الكبيره في الجالب. فهتبدا تشوف، هيقول لك والله ده الماسوره 300، اه 300، وزي ما احنا قلنا قبل كده في الصرف يعني 300 فاي معناها 30 سنتي. عظيم. طيب ال 30 سنتي بتوعك دول اعمل ايه بيهم؟ 2.5 اللي انت جبتهم في الاول، تمام، اللي هي من هنا اهو 52، دي الرفعه بتاعت وش الاحلال. هنبدا نطرح منها 30 سنتي هتبقى 22. تعال نعمل كنترول زد كده، 22 دي ايه؟ دي ظهر الماسوره. كده انت عملت ايه؟ كده انت حطيت حرف التي وحطيت عليه الارتفاعات، يبقى انت جبت خشبه طولها 3 متر، تمام، وبدات تحط في ال 3 متر فوق على وشها خشبه لا تزن بالعرض، دي بتاعت قاع الحفر. حضرتك بعد ال 3 متر شفت ان انت عندك واحده وش الاحلال على 2 متر ونص عشان دخلت الاحلال 50، هتبدا تقيس 2 متر ونص منين؟ من تحت من القاع، ترفع 2 متر ونص وتحط حاجه بالعرض، خشبه بالعرض بدل لوحه زنه، ودي تبقى وش الاحلال بتاعك وهتمشي بيها في الفرع كلها. وبعد كده هتقيس على ظهر الماسوره بنفس الخشبه بنفس اللمحه، هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تقيس 2 متر 20 من تحت وتبدا تحط التي بتاعك او لوح اللتزانه، وبكده انت اشتغلت اللمحه بكل تفاصيلها. يبقى حضرتك عرفت كده ازاي تشتغل اللمحه في الصرف بكل سهوله. خلينا نراجع الامور واحده واحده. حضرتك اول خطوه خالص هتجيب سطح الميزان بتاعك، بعد كده تطرحه من منسوب قاع الحفر او منسوب ميه الماسوره او منسوب ظهر الماسوره على حسب المنسوب اللي انت عايزه، وبعد كده هيطلع لك قرايه. هتمسك القرايه دي تشوف انت عايز ترفع وش الدكمه عنها قد ايه، او اللمحه بتاعتك مثلا عايزها 3 متر رفع، يبقى هتطرح القرايه دي ناقص ال 3 متر بتوعك من قرايه ميه الماسوره الناحيه دي او قرايه قاع الحفر ايا كان القرايه اللي انت عايزها. هيطلع لك قرايه جديده اللي هي قرايه وش الدكمه من فوق هنا وش الدكمه من فوق هناك، هتبدا تقراها هنا لحد ما تظبط الدكمه دي وتثبتها، وتبدا تقراها في الاخر لحد ما تظبط الدكمه دي وتثبتها، ويبقى عندك بعد كده طول نفس الرفعه اللي انت عملتها تعمل بيها لوح وتعمل حرف تي عليه، وهنيئا لك هتعرف تشتغل الفرع كلها بكل سهوله بمجرد اللمحه بتاعت عينك اللي هي السايت. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الرحمن في فيديو جديد، ولو عندك سؤال سيبه في كومنت وتعمل لايك، انا عارف انك ممكن تكون نسيت، تمام، لكن انا هسامحك عادي. ونشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.